ويلتحق بنا من طوكيو موفدنا إسماعيل المليس. صباح الخير إسماعيل، وأهلا بك في النشرة. إسماعيل، ماذا لديك حول جدول أعمال الزيارة اليوم؟ نعم إسماعيل، إسماعيل هل تسمعني؟ نعم ولاد، صباح الخير وأهلا بكم وأهلا بمشاهدين قناة الإخبارية. سوف أتحدث ولادة عن حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس في مجلس الوزراء الياباني، حيث تحدث عن القضية، عن ملفات كثيرة منها الملف الإرهابي، ولابد من مكافحة هذا الملف. أيضا تحدث خادم الحرمين الشريفين عن الشرق الأوسط والقضايا في الشرق الأوسط، وملفات شائكة بالتأكيد، ملفات ملتهبة في الشرق الأوسط. أيضا سوف نتحدث عن المنتدى الذي بدأ قبل ساعتين، حيث المنتدى الأعمال للرؤية السعودية 2030 في اجتماعات متواصلة لتحقيق التطور في النمو الاقتصادي بين اليابان وبين السعودية. تمتلك اليابان استثمارات كبيرة ولادة ومتنوعة، وستتجه للاستثمار الدائم داخل المملكة. للحديث أكثر حول أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين وعن الملف الاقتصادي، انضموا معنا هنا الأستاذ حمود العشيشان. أهلا بك أستاذ حمود. يا أهلا بك، حياك الله. بداية أستاذ حمود، يعني أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين في العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وبين اليابان. زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين هي توطيد للعلاقات المستمرة منذ الخمسينات الاقتصادية والسياسية. فهي توطيد للدعم الاقتصادي ولتحقيق رؤية 2030. برأيك هل سيكون حجم الاستثمار بين السعودية واليابان متضاعف خلال السنوات القادمة؟ متوقع، لا أقول متضاعف، ولكن متوقع أنه يتطور بسبب اللقاءات المستمرة ومن خلال المنتدى، وبسبب التسهيلات عن طريق وزارة التجارة السعودية وعن طريق ساقية. سيكون إن شاء الله هناك، يعني متوقعين استثمارات يابانية كبيرة بإذن الله تعالى. يعني الفرص الاستثمارية بين المملكة واليابان سيكون التركيز عليها خلال السنوات القادمة؟ السعودية تركز على جلب الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات اليابانية، ثاني اقتصاد في العالم تعرف، جلب الاستثمار للسعودية ونقل التقنية اليابانية للسعودية ضرورية، وهذا اللي احنا نعمل عليه في المنتدى. نعم، شكرا لك. كان معنا الأستاذ حمود العشيشان رجل العمل، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نعم ولادة تفضلي. نعم، شكرا لك زميل إسماعيل المليس، وشكرا لضيفك الكريم.